قبل 5 أو 6 سنوات مر علينا أحد مدراء سيتي بنك. سيتي بنك علاقته مع الوالد والعم قوية. أول ما جاء المملكة جو في مدينة جدة كان عندهم بنك، فبدأت علاقة الوالد من تاريخ تأسيس سيتي بنك في جدة. كان يقول أنا بحياتي ما مر علي زي أبوك. خير أنا ما يعني كيف؟ قال أنا أنت ما تعرفني، لكن أنا بحكي لك قصة صارت لي معه. أنا حياتي كلها كنت بتنتهي مهنيا، لولا الله ثم أبوك كان انتهيت. أمريكي. قلت له وش القصة؟ قال أنا كنت لسه خريج جديد وكنت في سيتي بنك في نيويورك، طلبوا مني أنتقل وأمسك مدير لسيتي بنك في جدة، فانتقلت ومسكت. سألتهم مين أكثر الناس اللي هذا، فقالوا لي محمد السبيعي أكثر الناس علاقة وتجارة، فقالوا لي محمد السبيعي. فتوطتت العلاقة مع الوالد. في يوم من الأيام جاني الوالد ومعه واحد شخص آخر، وقال له هذا شخص يقول جنمي، وقال لي أنا معي هالشخص هذا لسه بادي تجارته، شاب طموح ويبغى يحب يبني نفسه، فأنا جايب لكم وقلت له فرصة تعالوا أنتوا تعاونوا معه. يقول أعطاني هالكلمتين وتركني وراح. اشتغلنا مع الرجال، بدأ تجارته، كان يستورد من برا. بعد 2 أو 3 سنوات من العمل معه طورنا الأعمال كثير، فلس، أخذ له صفقة معينة وخسر فيها. المهم فصار عليه مبالغ كبيرة، يقول أنا لسه في مقتبل عمري ومبلغ كبير، وكيف أقدر أبرر الموقف وأننا قدرنا نعطي هالمبالغ هذه لهالشخص اللي لسه بادي. فيقول أنا كنت في حالة من يعني ماني عارف شو أسوي. يقول في يوم ما دريت إلا دخل علي محمد السبيعي وجاء وسلم علي، قال لي أنا سمعت أنكم تطالبون الشخص هذا بمبلغ وقدره كذا، وبما أني أنا اللي جيت وعرفته عليكم هذا الشيك بالمبلغ اللي يخصه. يقول أنا تفاجأت، لا طلبت منه، لا قلنا له تعرض من الرجال ولا أكفل الرجال ولا حاجة، بس عشان جاء عرف عليه. فيقول أنا لا يمكن أسأل، هو كان جاي، ما هو جاي لنا، كان جاي عنده، جاي من، هو صار مسؤول عن الشرق الأوسط وآسيا، فمر وقال أنا بمر على الرجال هذا لازم أشوف. كان الوالد في يعني آخر أيام الله يغفر له ويرحمه.